صباح الخير، كل التحيات لكل الأصدقاء متابعينا بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. الإطلالة اليوم اخترناها أن تكون من قضاء الشوف، تحديدا من عين وزين ميديكال فيليج، لحتى نكون بهذا الصرح أو المجمع الطبي النموذجي بمواكبة عن أهم الإنجازات، إنجاز التعبير، يلي والنشاطات يلي عم يسعى بهذه المرحلة أن يكون شريك فاعل فيها، لأنه لمواجهة تفشي فيروس كورونا رفعت عين وزين ميديكال فيليج جهوزيتها الكاملة ل 100 سرير استشفاء، من بين 24 سرير عناية فائقة، وطبعا دائرة طوارئ لاستقبال حالات كورونا، وسط دعم معنوي ومالي مؤمن من مجلس الأمناء ومن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبمواكبة لمجلس أمناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية، فضلا عن دعم السعودية ودولة الإمارات وأصحاب الأيادي البيضاء الممدودة دائما للخير والعطاء بهذا المجال. مسار التأسيس طبعا استمر محفوف بالصعوبات بعين وزين ميديكال فيليج بقضاء الشوف، ضغوطات مالية ونقص بالموارد البشرية، لكن القرار اتخذ، وفعلا كان في قرار اتخذ أن يكون بعين وزين مستشفى ريادي، وهكذا كان، فتم تأمين كل الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية لكل الأشخاص يلي بذلوا جهود استثنائية لوضع هذا المستشفى على خارطة المؤسسات الطبية النموذجية الريادية في لبنان. وبالفعل هذا المستشفى اليوم أو عين وزين ميديكال فيليج هي مجمع نموذجي يحتذى به على صعيد لبنان والعالم. بالبداية بدي يكون مع مدير عين وزين ميديكال فيليج الدكتور زهير العماد. دكتور، بدي حييك، نحيي جهودك ونضالك، أهلا وسهلا فيك. دكتور أهلا وسهلا فيك. دكتور زهير عم تسمعنا؟ طبعا أصدقائي، مهم كثير نقول بهذه المرحلة اللي هلأ نحن عم نحكي فيها، واقع يعني كورونا يستحق من كثيرين أن نكون معه متابعين، أن نكون معه مواكبين، لأنه هذه الأزمة أو هذه المرحلة المصيرية يلي صار ينوصف فيها ما قبل وبعد كورونا، مهم كثير أنه كثير إدارات للمستشفيات بلبنان أخذت على عاتقها أن تكون شريك فاعل وشريك أساسي بإطار مواجهة هذه الجائحة التي غزت العالم كله وغيرت مفاهيم الطب. طبعا اليوم بعد كورونا صار بينحكى أنه مسار التغيير هو حيز الاهتمام عند شريحة كبيرة من القادرين على اتخاذ القرار. تغيرت العادات، لأنه بدل المريض يجي على المستشفى، التجهيزات قائمة اليوم لتكون بخدمة المريض وين ما كان وننتقل لعنده، وحتى عبر أي تطبيقات إلكترونية تسمح بأن نكون إلى جانب المريض. اليوم الأوضاع يلي نحن رح نحكي فيها حول عين وزين ميديكال فيليج بقضاء الشوف، هذا المستشفى يلي استحوذ اهتمام كل اللبنانيين يلي هلأ هني عم بيواكبونا وعم بيتابعونا، مع الدكتور زهير العماد رح نترك له لحتى يقدر يوضح لنا كمدير عام شو هي الخطة اللي وضعها، بدءا بما كان يعرف بمستشفى عين وزين والذي أصبح اليوم عين وزين ميديكال فيليج. شو تغير دكتور؟ أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أولا أهلا وسهلا فيكم، ومنشكر تلفزيون لبنان على إحاطة مواضيع الصحية بشكل عام، موضوع مؤسستنا بشكل خاص. نعم. مستشفى عين وزين، عين وزين ميديكال فيليج حاليا موجودة بالشوف، وبتخدم منطقة بجبل لبنان الجنوبي ومناطق حصبية ورشية والمتن، بالإضافة لطبعا علي جزين والمناطق المجاورة كلها، بمنطقة بحدود 350 ألف شخص. هالمنطقة هالمؤسسة هايدي بتشكل مركز ريادي واستشفائي، بالإضافة لمركز تعليمي وأكاديمي لكليات الطب في الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية وكلية الصحة العامة، بالإضافة لكليات صحية تانية ومؤسسات استشفائية أخرى. عين وزين
بلشت طبعا بلفتة وبإطلاقة من قبل سماحة الشيخ محمد أبو شخرة شيخ عقل الطائفة الدرزية أثناءها بمواكبة من معالي الوزير أستاذ وليد شنبلاط ومجلس أمناء وخيرين من كل مناطق الجبل على أرض قدمت فيها بلدة عين وزين اللي هي فيها المستشفى أهالية. نعم. وانطلقت سنة 89 بعملها بالأول ب 60 ل 80 سرير ومركز رعاية مسنين. من بعدها تطورت تدريجيا لتصبح مركز استشفائي رائد فيها أكيد إضافة لمركز المسنين فيها معهد للتمريض، فيها كلية الصحة الجامعة اللبنانية ومراكز صحية أخرى بتعنى بطب الشيخوخة، بجراحة القلب، بالعناية الملطفة، بالعناية المنزلية، إضافة لكل الاختصاصات اللي بنعرفهم كلهم سوا. هذا الجهد صار بفضل المجتمع، بس بفضل كمان الأطباء والممرضين والممرضات والإداريين والتقنيين اللي بيشتغلوا بهالمؤسسة. والهدف دايما كان تقديم أحسن خدمة صحية لكل الناس اللي بيجوا بغض النظر عن منين بيجوا وليش وكيف وبأي طريقة، إن كان اقتصادية أو اجتماعية. عندهم التغطية كانت كاملة لكل هالناس وأكيد على مستوى راقي بأحسن خدمة نوعية. هالشي هذا كمان خلينا نقدر نتصدى دكتور، يعني إذا بتسمح لي بس لأنه والوباء بالفترة الأخيرة كورونا. نعم، يعني إذا بتسمح لي هذا الموضوع كثير مهم، موضوع كورونا، وبالتالي أنا إذا ممكن تخبرني أو نمرق على مساعدة بعض الدول يعني لعين وزين ميديكال فيليج، لأنه مهم كثير من خلال هذه الأرضية اللي أنت هلأ شرحتها ويعني تنال اهتمام كل الناس اللي عندهم يعني أي منحة علاجي وبهمهم يعني المصداقية من خلال المواكبة والمتابعة والخبرات والمؤتمرات اللي أنتم بتحضروها. فرنسا قدرت أمنت شيء أيضا عبر اتفاقيات للمستشفى لحتى وصلنا نقول عملتوا تعاون مع تجمع مستشفيات باريس، ويعني أيضا يعني هذا الموضوع إذا بتسمح لي يعتبر مواكب ومهم مش بس للكورونا، إلى كل المواضيع الاستشفائية. طبعا الجهود كانت محلية بلبنان وجهود بعلاقات مع دول عديدة بشكل رئيسي. طبعا فرنسا كانت عم تقدم عبر معاهدات تعاون مع مستشفى فرساي الاستشفائي وتجمع مستشفيات باريس تدريب للكادر الطبي التمريضي والتقني، بالإضافة لتدريب بالمجال الإداري وخاصة بإدارة الشؤون الاستشفائية نظرا للخبرة الكبيرة اللي عندهم إياها بهذا المجال. وهالشي فعلا سمح لنا بالإضافة لكوادرنا اللي كانت عم تتدرب أكيد وتتعلم بلبنان وبرات لبنان لنقدر نواكب التطور العلمي ونقدم هالخدمات النوعية للناس اللي بيجوا على عين وزين. وهالخدمات كانت بتطال مثل ما كنت عم بحكي بالأول كل الاختصاصات، وحتما قدرنا استفدنا من هالتطور للجهاز البشري والتقني والخبرات اللي اكتسبناها برا وبلبنان بتصدي لوباء كورونا. هيدي نقطة يمكن كتير حبينا انه مؤسستنا تكون عم تهتم مش بس بأهالي الشوف الأعلى، إنما بالشوف الأعلى بالإقليم وساحل الشوف، بالإضافة للمناطق الثانية اللي ذكرتها، حتى بمناطق برات المناطق اللي ذكرتها من الشمال من البقاع من الجنوب. كان عم بيكون في ناس يجوا لهون ليستشفوا عنا، ونحن كنا كتير مرتاحين فريق الطبي والتمريضي ليقدموا هالخدمة لكل الناس اللي بيجوا. وفعلا كانت خدمة نوعية محورت بقريب 2000 حالة لحديت هلأ تحكموا بعين وزين بين الأقسام الاستشفائية كلها والعناية الفائقة بمجال الكورونا. إذا بتسمح لي دكتور زهير، يعني بواقع يعني العمل الاستشفائي اللي تفضلته أنت أشرت له، يعني بيلفتني يعني قول لك أنت وبتركز عليه وبتقول أنه العمل الاستشفائي لعين وزين ميديكال فيليج اليوم أو لمستشفى عين وزين يلي بلشنا فيها لا يتضارب أبدا مع المستشفيات الباقية، إنما متكامل معها. ولكن ما بيمنع نقول انه انتم بتبقوا مميزين من خلال الخدمه اللي عم تتقدموا كل الناس بيحكوا فيها وبيعرفوها.
استاذ نقول المستشفى الرائد والمميز هو بقدر ما بيقدم خدمة لمجتمعه، والمجتمع هذا في مؤسسات استشفائية، في مستوصفات، في مراكز صحية، ونحن فعلا نفتخر عنا تكامل ومعاهدات مع كل المستشفيات اللي موجودة حوالينا إن كانت حكومية أو مستشفيات خاصة، لأن الهدف بعين وزين هو فعلا تقديم أحسن خدمة طبية بأقل كلفة ممكنة على المجتمع وعلى النظام الصحي. وبحب ركز كتير على أهمية تقديم الخدمة الجيدة للنظام الصحي، لأنه للأفراد حتما الخدمة عم تتقدم، وفي كتير مؤسسات وفي ناس أفاضل عم بيساعدوا، إنما كمان ضروري تقدم الخدمة للنظام الصحي بطريقة أنه الناس تكون عم تتحكم منيح، وكلفة على العبء على النظام الصحي منه كبير. عم تحكي هذا التكامل فعلا خلينا عم تحكينا شيء كثير مهم، خلينا نرتاح جدا مع زملائنا حوالينا. يعني عم تحكي شغله كثير مهمه، يعني خلتني اتوقف عندها، لانه انت اليوم كمسؤول او كمدير يعني لعين وزين ميديكال فيليج عم تحكي عن الموضوع التكلفه وقديش عم تقدروا تساعدوا كل الناس لحتى يتقدموا يعني لعندكم انتم، ولكن في واقع فرض حاله اليوم، يعني أسعار المستلزمات الطبية الاستشفائية، في أمور كثيرة عم بتخلي هذه الأمور فوق طاقة كتار من المستشفيات اللي رح يعلوا صوت جمعة الجي. أنا بهمني أسأل عن هذا الوضع، من يدعم كل هذه الأمور للبقاء على التواصل مع الناس الغير قادرين؟ وأي إنسان منه قادر بيقدر يتقدم لعندكم وعم تقبلوا؟ سؤال كتير مهم بصراحة. فعلا في تكلفة كتير مرتفعة عم بتكون بالمستشفيات، عم ينحكى عنا طبعا يوميا بالمؤسسات بالصحافة وبالإعلام. التكلفة هيدي لها علاقة بالارتفاع الكبير بأسعار المستلزمات الطبية، بعدم قدرة الدولة على تعديل التعريفات الاستشفائية، وبنفس الوقت بالزملاء الأطباء والممرضين اللي عم بيضطروا يتركوا مستشفياتهم للخارج عادة. هالأعباء هيدي كتير كبيرة على القطاع الاستشفائي، وأكيد القطاع الاستشفائي ما رح يتمكن يستمر إذا ما بده يجي دعم أولا الرسمي، إنما كمان الناس بتراهن على دعم الأفاضل والخيرين. نحن يمكن بمؤسستنا حظينا بدعم كتير كبير من المجتمع، من الناس، من الاغتراب، من مجلس الأمنة طبعا اللي عم بيواكب، وفي رعاية للمؤسسة من قبل الأستاذ وليد جملاط اللي أكيد عم بتأمن دعم مادي ومعنوي، عم بيخلينا نضلنا قادرين نستمر ونضلنا عم نقدم هالخدمة، ومثل ما حكيت لكل الناس اللي بيجوا على هالمؤسسة. إنما القطاع الاستشفائي أكيد إذا بده يضل الوضع هيك وما رح بيكون في تنسيق بين مصرف لبنان والموردين من ناحية، ما بده يكون في دعم للأطباء والممرضات والممرضين والتقنيين ليضلوا بهالبلد، حتما القطاع الاستشفائي رح بيعاني. يمكن نحن نعاني أقل من غيرنا لأنه محاطين ومدعومين، إنما شو ما كان الدعم وشو ما كان الاغتراب عم بيساعد والأهل عم بيساعدوا، رح بيكون في أكيد ضائقة بهذا القطاع عنا يمكن وعند غيرنا اكيد بدها تكون. اذا بتسمح لي دكتور، اليوم يعني انتم وقعتوا مثل ما قلنا نحن بالبدايه معاهده توأمه مع مستشفيات فرنسا وتجمع مستشفيات باريس، يعني بلبنان كان اللافت يعني التعاون مع مستشفى الجبل، وهيدي شغله مهمه ولافته، لانه قلتوا العمل الصحي في الجبل يجب ان يكون في اطار التعاون والتكامل الصحي المؤسساتي. يعني يا ريت توضعنا بفكره للاصدقاء اللي عم بيتابعونا يكونوا على بيّنة من كل هذه الاتفاقات اللي انتم عم ترعوها وبتنفذوها. نعم. عين وزين ميديكال فيليج الهدف تبعها هو مثل ما حكينا منه محلي. نعم. هو بيطلع برات اطار الضيق الجغرافي، وبالتالي عم نتعاون مع كل المستشفيات اللي موجوده بمناطق الجبل حتى خارج إطار الجبل. نعم. العلاقة مع مستشفى الجبل بالمتن بقرنايل بجوار حمانة وفلوغة ورأس المتن، العلاقة هيدي مبنية على تكامل بالخدمات الطبية بيننا وبين فوق، والمريض بيكون عنده ميديكال فايل موحد
أو في اطلاع عليه من قبل الفريق الطبي بكل من المستشفيات، وفي تنسيق دائم. الحالات الطبية اللي ما بنقدر نتابعها تماما هونيك بالمنطقة بتجي على عين وزين، بس الأهم إن نقدم الخدمة الطبية مطرح ما الناس موجودين. يعني الناس لازم توصل على الخدمة الطبية حد منهم، خاصة بهالظروف الصعبة إن كان وبائية أو اقتصادية. العلاقة بينه وبين الجبل واللي عم نسعى كمان لتتطور مع مستشفيات تانية حاليا بتخلينا نحس نحن والأخوان فوق إنه في أمان صحي للناس اللي متواجدين، وأهم شيء الكلفة والأعباء منا كبيرة عليهم لأنهم بجوار بيوتهم عم يتحكموا، ونحن جزء كلياتنا بالقطاع الاستشفائي مجموعة واحدة، المريض هو مريض، وكلياتنا منجرب أنه نأمن الخدمة بالمكان المناسب لإله. دكتور، يعني أنا بالختام بدي حيي شغلك ويعني وبرنامجك وإدارتك والاستراتيجية اللي أنت وضعتها لحتى نكون اليوم نحن بعين وزين ميديكال فيليج، وهيدي شغلة مهمة وأساسية، ولكن بتقول دايما أنت أنه أنتم مواكبين ومتابعين، وللدلالة على اللي أنت عم تحكي بدي أقول أنه أنتم كنتم من أول المستشفيات وقت اللي أعلنت كورونا مش بس بلبنان، بالعالم كله كنتم السباقين، وسعيتوا لحتى تحطوا كل الدراسات والتوجهات لتكونوا على أهبة الاستعدادات بوقتها، وهيدا يلي صار. ولكن بالختام، ماذا يعني أن نكون مواكبين؟ يعني بدها تكون إيدنا على طول بجيبتنا ونحن حاضرين لحتى ندفع ما هو مطلوب لمواكبة ما هو مطلوب للتطور. قديش نحن بالختام بهمني تقلي قديش قادرين بعين وزين ميديكال فيليج على الاستمرارية بهذه الاستراتيجية اللي وضعناها؟ يعني هذه المؤسسة الهدف تبعها هي الرعاية الطبية والصحية للي بيقصدوها بغض النظر منين بيجوا عليها، والناس اللي حواليها إن كان أهل الجبل أو الناس اللي بيقصدوها من كل المناطق اللبنانية بيلاقوا فيها ملاذ آمن طبي بالأول، وبيلاقوا ملاذ بيريحهم بمواضيعهم الاقتصادية والاجتماعية. وهذا الشيء كونه هدف وجود يعني رسالة هذه المؤسسة، أنا أكيد أنها رح بتضلها مستمرة بوجود خيرين، مستمرة بوجود أهلها، بوجود الناس، وأهم شيء بوجود كادر الطبي والتمريضي والتقني والإداري اللي عم بيضحوا بكل غالي، خاصة بالسنة اللي مرقت، دون سؤال عن أي حقوق يمكن مباشرة لازم ياخدوها على أتعابهم. وبالإضافة لهالشيء الدعم المعنوي اللي عم يجينا والمادي من الناس اللي حوالينا كمان هو بخلينا نستمر أكثر وأكثر ونطور أكثر وأكثر. الكورونا كانت تجربة لكل لبنان، بس كانت تجربة لإلنا لشفنا قدي مؤسستنا عم تتعاضد مع المجتمع كله. عنا رسائل، عنا تقييم، عنا تقدير من ناس كتير، من عكار، من البترون، من الشمال، من الجبل، من البقاع، من الهرمل، من الجنوب، من كل الأطياف. وهيدي كانت دعم كتير كبيرة لإلنا أن قدرنا خدمنا هالناس كلها بكل محبة وبكل صدق وبكل إخلاص. بعتقد هذا دعم كتير كبير، وأكيد رح بيخلي المؤسسة تفتح أقسام جديدة. ونحن اليوم كنا أنا وزملائي المدراء والأطباء عم نبحث شو بدنا نعمل من هلأ وطالع بوجود الكوفيد، وحتى مع انخفاض أعداد الكوفيد شو اللي لازم نعمله لنضلنا محافظين على رسالتنا تجاه مجتمعنا وتجاه الناس اللي بيجوا لعنا كمان. دكتور، أنا بدي أشكرك طبعا من خلال يعني هذه الحلقة من مشاكل وحلول اللي هي الأولى مباشرة من عندكم من عين وزين ميديكال فيليج. رح نحاول نسلط الضوء على كل يعني الأقسام يعني بقدر ما بيسمح لنا الوقت، لأنه كتير مهم أن نكون مواكبين ومتابعين لهذه المؤسسة النموذجية. شكرا لك. شكراً أستاذ نقولة، شكراً لحضرتك ولبرنامجك، وشكراً لتلفزيون لبنان اللي منكن له كتير احترام وتقدير، خاصة بهالمنطقة من لبنان كمان اللي دايماً هالتلفزيون الوطني عم بيهتم بقضايا الناس وبقضايا المجتمع وبالبيئة وبالصحة وبكل الأمور التانية اللي بتهم الناس.
يعطيكم العافية. شكراً جزيلاً لك. أهلا وسهلا فيك. طبعاً أصدقائي مهم كتير نقول نحن وقت اللي بدنا نكون مواكبين ومتابعين أي موضوع بهمني نكون عم نضوي على كل تفاصيله، ولكن وقت اللي نحن بدنا نحكي عن أمور، عن مشاكل، عن صعاب، مهم نعطي كل شيء حقه. اليوم نحن بهذه المؤسسة الموجودين فيها يعني صدى أعمالها مثل ما قلنا تجاوز قضاء الشوف الحدود اللبنانية وصولا لأوروبا، تحديدا لفرنسا ولكثير من الدول يلي نحن بنسعى لحتى نكون عبر تلفزيون لبنان الشاشة الأم صدى المفترض أن يصل إلى أذان كل المعنيين. طبعا في أوضاع صعبة، في أمور دقيقة جدا وبلش ينحكى اليوم عن هجرة الأطباء. طبعاً النقيب أكثر من مرة، نقيب أطباء لبنان في بيروت، كان عم بيحكي وبيقول مفترض أن نكون مواكبين ومتابعين هذه المواضيع. هلأ نحن مع المدير الطبي بعينوزين ميديكال فيليج رح نسأل دكتور حسام غصن قديش مهم يقدر يشتغل بهذا الموقع، ونحن حاضرين وقادرين على أن نكون إلى جانب كل الناس، لأنه هجرة الأطباء أنا حكى عنها كتير من خلال كتير من المعطيات. بنسمع أنه في أطباء تركوا العمل بمستشفى أو بعين وزين ميديكال فيليج أو بالمستشفى طبعا تحديدا أو بهذه المؤسسة، في ممرضين ممرضات كمان على أهبة أنه يكونوا تركوا. بنستوضح يعني موضوع هجرة الأطباء مع ضيفنا يلي منرحب فيه، وصار معنا هلأ المدير الطبي الدكتور حسام غصن. دكتور أهلا وسهلا فيك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. صباح الخير. بشكر أول شيء الفرصة لنحكي عن العمل الطبي بالقطاع الصحي بلبنان وبمستشفى عين وزين بالأخص. نعم دكتور، اليوم عم ينحكى أنه في أطباء تركوا العمل بمستشفى عين وزين تحديدا، يعني أكثر من 20 طبيب، يعني يا ريت توضعنا أنت بالرقم. هذا الموضوع هل كان له انعكاسات سلبية على الخدمات الطبية، مش بس على صعيد عين وزين، عم نحكي على صعيد كل لبنان، لأنه النقيب الأطباء في بيروت كان عم بيعلي الصوت وبيقول انتبهوا يا جماعة، هجرة الأطباء زادت، صارت النسبة المئوية عالية كتير. فبدي أعرف انعكاس هذا الموضوع على عين وزين ميديكال فيليج إذا أمكن. أكيد نحن مثل بقية المستشفيات بلبنان عم نواجه هالمشكلة بالقطاع الصحي. هلأ الأطباء اللبنانيين عادة متميزين وعطول عندهم عروضات خارجية بالخليج أو ببلدان تانية، بس هالمشكلة صارت أكثر واضحة بظل الظروف الاقتصادية اللي عم يمر فيها لبنان والمستشفيات بشكل عام. فما عدم تصحيح الأجور للأطباء وللممرضين والموظفين التانيين، أكيد الأطباء عم بيواجهوا مشكلة بالاستمرارية بالقطاع الصحي بوضعه الحالي. نتيجة هالضغط اللي هن موجودين فيه عم يتوجهوا لبلدان مجاورة أو بعيدة. هلأ عين وزين مثل غير المستشفيات فقدت جزء من قطاع الطبي بعدة اختصاصات، بس الحمد لله لحد الآن نحن قادرين نقدم الخدمة الجيدة لمرضانا لتوافر زملاء تانيين بكل المجالات، قادرين يغطوا على الفجوة اللي خلقتها هجرة الأطباء للبلدان المجاورة. بس هالمشكلة أكيد ممكن تزيد مع الوقت إذا ما صار في تصحيح للقطاع الصحي. نعم. لأن الطبيب عم بيواجه مشكلة بالاستمرارية، كون كلفة المعيشة زادت بلبنان بس ما صار في تعديل للقطاع الاستشفائي لحد الآن. فنحن أكيد تمنياتنا أنه هالأمر ينظر له من الجهات المعنية لحتى الطبيب يقدر يستمر. دكتور إذا بتسمح لي، يعني اليوم كم طبيب صار تارك مستشفى عين وزين لهلا؟ نحن تقريباً عندنا حوالي 20 طبيب تقريباً تركوا المستشفى. في بعض الزملاء قادرين يساعدونا عن بعد،
مثل بعض أطباء الأشعة عم نقدر نستفيد من فرصة التلاميديسن لنغطي الفجوة اللي موجودة. بس أكيد اختصاصات تانية مش ممكن تتم بهالطريقة. فأكيد كتير زملاء ممكن يكونوا عم يفكروا بالهجرة، فالعدد الحقيقي هو أكتر من العدد اللي لحد هلأ ترك. بس بنفس الوقت المستشفى عم تعمل خطط جدية لتحفيز الأطباء على البقاء بلبنان ومستشفى نزيم بالتحديد، تحاول تحسن من المدخول العام لإلهم. بس أكيد هالشي بيواجهوا ظروف الاجتماعية اللي عم تمر فيها كل الناس، وقدرتهم على يعني المعاينات الخارجية انها تكون بكلفة أعلى، فعطول فيها التوازن بين قديش العبء على المريض وقديش متوجب على المستشفى انه تساعد. دكتور إذا بتسمح لي، كم مريض في بعين وزين ميديكال فيليج اليوم؟ بالوقت الحاضر نحن عندنا 157 مريض قيد الاستشفاء، غير الناس المرضى اللي ممكن يفوتوا على المستشفى اليوم من دائرة الطوارئ. وحوالي تلتون هن بقسم الكوفيد والبقية استشفاء عادي. فنحن لاحظنا بالفترة الأخيرة ازدياد بعدد المرضى اللي بيشكوا من الأمراض المزمنة أو الحادة اللي غير الكوفيد، وهذه ظاهرة جيدة. فعطول نحن بشكل عام عنا ضغط على المستشفى، ممكن يكون في مرضى متوجهين بالطوارئ بحاجة إلى أسرة. طب دكتور اليوم يريد تعطيني بس هيك فكرة للأصدقاء اللي عم بيتابعونا اليوم، الطبيب وقت اللي بفكر يترك مستشفى ويقول أنا بدي اشتغل بعيادة، يعني شو هو الهدف، شو هو السبب؟ يعني وقت اللي نحن عم نحكي عن ارتفاع يعني سعر يعني صرف الدولار امام الليره، انهيار الليره امام الدولار، يعني كل هذه المواضيع الطبيب كيف بفكر فيها لحتى يقدر يامن استمراريه اذا ما بده يترك البلد ويهاجر ويسافر؟ بيترك المستشفى لحتى يشتغل بعياده بيعتبر انه اربح له او فر له، خلينا نسميه مثل ما بدك، بس شو هو السبب الاساسي؟ هلا اكيد هو هيدا مشكله مزمنه بالقطاع الصحي بلبنان. اجمالا المريض اللي بيحتاج لاستشفاء هو مريض حالته الصحيه معقده، بيحتاج الى فحوصات كثيره مخبريه او اشعه او فحوصات اضافيه تانية، بيتطلب جهد كبير من تسقيف للمريض ولاهل المريض اللي هن بيكونوا بتواصل دائم خلال النهار مع المريض. فهالشيء أكيد بيتطلب جهد ووقت من الطبيب، بينما العمل بالعيادات الخارجية بيكون إجمالا محدد، كل مريض له وقت محدد وبيمشي بنظام مختلف. فهي من ميلي. من ميلي تاني يعني كلفة أو معاينة الطبيب بالعيادات الخارجية هي أكيد مرتفعة أكثر بكثير من المعاينة اللي بيقدمها للمريض بالاستشفاء. فهالشي أكيد خلى كثير زملاء يتوجهوا نحو العمل بالعيادات الخارجية، لأنه أول شيء هي كاش ماني، الطبيب ممكن يأخذ مقابل معاينته خلال نفس النهار، وهالشي أكيد بيأمن له أمان مادي. بينما المعاينات اللي بتتم بالمستشفيات الطبيب بيقبضها بعد فترة طويلة، ممكن سنة أو سنتين حسب الجهات الضامنة، مرات مع بعض الخصومات. وبنفس الوقت هي مش موازية للجهد اللي بيعمله الطبيب بنص المستشفى. فمسؤولية العناء بالمريض بالمستشفى هي مسؤولية كبيرة، المرضى بيكونوا بحالة خطر وبيطلبوا جهد كبير، بس بنفس الوقت ما فيش تقديم موازي لهالجهد اللي عم بيقوم فيه الطبيب. فمشان هيك عم نشوف كتير أطباء بيتوجهوا نحو العمل بالعيادات الخارجية. طب اليوم نحن عرفنا انه بعين وزين ميديكال فيليج شكلتوا لجنه للوقوف على مشاكل الطبيب، كيفيه مساعدته، يعني قدرتوا تقدموا له شيء بعد تاليف هذه اللجنه؟ اذا ممكن دكتور كمدير طبي عم بسالك بالصلاحيات اللي عندك. اي اكيد نحن طلعنا بهالموضوع من طريقه علميه، فعملنا استماره اخذنا فيه آراء الأطباء اللي موجودين بالمستشفى لنستطلع على العوامل اللي بتأدي لبقاء الطبيب بالمستشفى أو بلبنان، والأشياء اللي بتزعج الطبيب أو بتكون مصدر قلق له.
وبناء على هالاستمارات اللي جمعناها عملنا اكيد تحليل علمي لها، وطلعنا بعده اقتراحات للاداره. يعني اولا بهيك اقتراحات كان تحسين التعرفه بالعيادات الخارجيه، لان نحن مقارنه مع مستشفيات تانيين كنا اخذين بالاعتبار الوضع الاجتماعي للناس بالمنطقه وكانت الكلفه متدنيه، فتم تعديلها حسب التعرفه اللي هلا مقرره من نقابه الاطباء. اكيد هي بعدها مش موازيه للتعرفه اللي الاطباء بتقضوها بمستشفيات خاصه ثانيه خاصه ببيروت، لكن اكيد تحسنت من الوضع المادي للطبيب. بنفس الوقت كمان طلعنا بظروف العمل للطبيب، ما كان امكنه الاستراحه لالهم، كان في اقتراحات بالنسبه للبرامج العلميه اللي ممكن الطبيب يتبعها ودعمه بتكميل تحصيله العلمي او الاستمراريه بالتقدم بهالوضع، مع بالاضافه لامور ثانيه. فالاداره عم تاخذ يعني بالاعتبار كل هالعوامل وعم تحط خطط لتحسين كل النقاط اللي الاطباء طلبوا فيها. بس مع هالتحسين اكيد بضل في فجوه كبيره بين ما يقدم للطبيب بالبلدان الخارجيه وبين ما يقدم للطبيب بلبنان، فالطبيب عم بضل بيواجه هالمشكله بالعروض اللي عم تجي من برا لبلدان تانية وبين الوضع المادي بلبنان، ولازم هالفجوه تصغر مع الوقت اكثر واكثر حتى نقدر نحافظ على اطبائنا بلبنان. انا بدي اشكرك دكتور حسام غصن المدير الطبي بعين وزين ميديكال فيليج لهذه المعطيات اللي زودت فيها، يعطيك العافيه والف شكر. شكرا لك. شكرا سيدي. طبعا مهم كثير، يعني هدف زيارتنا للمستشفى نحن وقت اللي من خلال كل الاخبار عم ينحكى عن قسم يعني تقييم ومعالجه الامراض الوبائيه كورونا بمستشفى عين وزين، نضوي على جهود الدكتور منال حمدان لانه كثير مهم يعني هذا القسم قديش عم يشتغل. وطبعا من خلال كل المعطيات بنقول انه من وقت ما تفشى فيروس كورونا بالعالم كله وقبل تسجيل اول اصابه بلبنان بادر يعني عين وزين ميديكال فيليج لتطوير استراتيجيه متكامله لمواجهه تفشي الفيروس. طبعا قام بتطوير خطه طوارئ واضحه الاهداف لتامين جهوزيه تامه بهدف القضاء على فيروس كورونا والمساهمه بعدم تفشي هذا الوباء. دكتور منال حمدان مسؤوله قسم تقييم ومعالجة الأمراض الوبائية كورونا معنا مباشرة من عين وزين ميديكال فيليج. دكتور أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ حنا وصباح الخير للمشاهدين. شكرا لك ويعطيك العافية. يعني مهم كثير نحن نضوي على دوركم وعلى قسم يعني يلي حضرتك أنت مسؤولة عنه، ولكن بالمعطيات اللي نحن هلأ عم نحكي فيها بلبنان كله بلشنا نقول أنه أعداد الإصابات بفيروس كورونا عم بتسجل انخفاض بحسب الترصد اليومي لوزارة الصحة. بالمستشفى عندكم شو بتوضعيني جو بهذه الأعداد وبواقع محاربة كورونا؟ طبعا نحن بأزمة الكورونا من أول ما بلشت جائحة الكورونا بلشنا بهذه التحضيرات من أول ما تسجلت أول حالة بلبنان، وبلشنا نصعد تدريجيا بعدد الأسرة. بلشنا أول شيء بداية بعشرين سرير وصرنا نطلع تدريجيا لوصلنا للمئة سرير. بالفترة اللي سبقت يعني من حوالي شهر أو شهر ونص كنا نوصل للعدد 100 سرير كلهم فيهم مرضى مع عدد كبير من الحالات الحرجة، وأحيانا نضطر أنه نستقبل بعض المرضى بالطوارئ ما يكون لهم محلات وننطر ليصير لهم محلات. حاليا من أسبوعين لليوم بلشنا نشهد انخفاض فعلا بعدد الحالات اللي بتستوجب استشفاء جراء حالة الإصابة بكورونا. وصلنا تقريبا للنص العدد، يعني من 100 سرير حاليا عندنا 54 مريض قيد الاستشفاء. بعدنا عم نشوف حالات حرجة، عدد الإصابات عم بخف، يعني إذا بدك الأرقام اللي عندنا بتشبه الأرقام اللي عم نشوفها بكل لبنان.
معدل إيجابية الفحوصات من بعد ما وصل عنا بالمنطقة أو بمناطق الاستقطاب لعين وزين ميديكال فيليج وصل ل 24%، حاليا عم نشهد انخفاض ل 18%. منحب نلفت النظر بهذا الموضوع أنه نحن بعدنا بمعدل إيجابية فحوصات مرتفع عنا بالمنطقة، ولكن عم ينقص يوم بعد يوم. نتمنى أنه هيدا الشيء يكون فعلياً يعني عم تنقص الحالات وما ترجع بعدين نشهد ازدياد بعد فتح البلد أكتر وأكتر، ونتمنى أنه مع حملة التلقيح اللي عم بتصير تضل الناس ملتزمة بالإجراءات الوقائية تما نرجع نشوف موجة جديدة من الإصابات. طب اليوم مهم كثير نقول يعني هذا القسم عم يشتغل، ولكن مريض مصاب بكورونا بيدخل، ولكن المرضى يلي بحاجة إلى حجر يعني بتحجرون عندكم بإطار المجمع النموذجي عين وزين ميديكال فيليج ولا خارج هذا الإطار؟ بإطار جائحة كورونا عين وزين لعبت دور متكامل بالقطاع الصحي، يعني مش بس عنا خدمة الاستشفاء والعناية الفائقة، نحن عنا حوالي 5 أقسام كورونا بالمستشفى، في عنا قسم للعناية الفائقة، عنا 3 أقسام للمرضى الاستشفاء من بينهم قسم لمرضى الكورونا المسنين، وعنا قسم للسسبكتد أو المشتبه إصابتهم بحالات الكورونا لحين إثبات الإصابة مخبريا. دكتور زيادة عن هودي الأقسام، نحن كان عنا كمان عنا 3 مراكز حجر للأطفال. أنا عم تحكي إشياء دقيقة، يعني عندكم اسم كورونا لكبار السن، ولكن للأطفال يلي هن تحت السن يعني المعمول فيه عالميا لتحت اللقاح، عندكم أنتم استعداد تستقبلوه ولا لا؟ لأنه بعض المستشفيات عم تقول لا ما عندنا إمكانية واستعداد نستقبل أطفال. نحن استقبلنا نحن ما عندنا قسم مخصص لكورونا للأطفال، ولكن استقبلنا عدد من الحالات عندنا لأنه كانت الوضع بيستوجب أنه نستقبلهم، ما كان في محلات بغير مستشفى. عندنا كمان قسم عمليات للكورونا، عندنا جهزنا غرفة عمليات لمرضى المصابين بالكورونا، وأجرينا كثير من عمليات إن كان الولادة الطبيعية، الولادة القيصرية، جراحة العامة، جراحة العظم وجراحة العمود الفقري، وما زلنا عم نستقبل مرضى من كل لبنان اللي هن عندهم كورونا وبيستوجبوا إجراء عمليات جراحية. اللي كنت عم بحكي انه زيادة عن قسم الاستشفاء لكورونا عنا مراكز حجر، عنا 3 مراكز حجر نحن بروتوكولات الطبية بتصدر من عنا، نحن مشرفين عليهم طبيا، المريض اذا ما عنده مكان ملائم للحجر ببيته بيدخل بمراكز الحجر، مأمنة كل الخدمات الاساسية لإله ان كان الاكل والشرب والتنظيف وخدمة الانترنت ليمضي هيدي فترة الحجر على بمركز الاستشفاء إذا ما عنده هيدي القدرة بالبيت، وهودي الحالات هن الحالات البسيطة أو المتوسطة، ولما كان المريض لا سمح الله يتعب بالمركز الحجر كان يصير فيه تنسيق مع الصليب الأحمر كمان لنقله للمستشفى لعنا. زيادة عن هيدي الخدمة المتكاملة نحن عنا يعني اللي عم تحكي، بس بدي إذا نحن أطلقنا مشروع العناية المنزلية. نعم تفضلي تابعي. نحن أطلقنا كمان مشروع العناية المنزلية بالشوف وبالمتن بالتنسيق مع خلايا الأزمة بالشوف وبالمتن، وكان في أطباء متطوعين بكل ضيعة، كمان البروتوكولات الطبية بتصدر من عنا، بيصير في اجتماعات دورية مع الأطباء لتحديث البروتوكولات الطبية، لأنه مثل ما بتعرف موضوع الكورونا بيتغير بديناميكية سريعة، والدراسات اللي بتطلع كمان عم تطلع بشكل سريع عم بتغير شوي من الأبروتش تبعنا، فمنشان هيك الاجتماعات الدورية عم بتصير، المريض في يتابع ببيته، في أطباء متطوعين ممكن يزوروه بالبيت، ممكن إذا تعبت حالته يرجع يدخل لعنا، وحتى الإكويبمنت الأشياء الأساسية جهاز قياس الأكسجين أو الأدوية مع بالتعاون كمان مع مؤسسة فرح الاجتماعية كنا عم نأمن هودي الأدوية للمرضى بالبيت. وبدنا نشير إنه مشروع العناية المنزلية خفف عنا نسبة الاستشفاء وخفف نسبة الإصابات الحرجة، لأنه المريض عم يتلقى العناية المضبوطة من البداية، ما عم بيوصل لعنا بمرحلة متقدمة، وهذا مشروع يعني جدير بالذكر إنه نحكي عنه، لأنه للمستقبل حتى بعد انتهاء جائحة الكورونا مفروض يتضوى كتير على موضوع العناية المنزلية.
طبعا يعني كثير من المواضيع بتستحق نحكي عنها، ولكن نحن رح نستفيد من اول اطلاله لعين وزين ميديكال فيليج لحتى يكون لنا سلسله لقاءات متتاليه يعني وقت اطول. بس بدي اسالك اياه بالختام اذا بتسمحي لي بموضوع يعني الفحوصات. يعني الكل بيقول انه النتائج عم بتكون واطيه كثير لانه مش كل الناس بعدها عم تتشجع تروح تعمل بي سي ار. اليوم انتم عندكم من خلال المعطيات اللي زودتينا فيها يعني فحوصات اللي عم تنعمل بي سي ار توازي الاعداد وانخفاضها مثل ما هي بنفس الحجم ونفس المستوى، ولا لانه خفت البي سي ارات عم بخف عدد الاصابات؟ هي الأكيد يعني التشجع العالم أنه يعملوا فحص البي سي آر لاحظناه أكبر بكتير من الأول. بالأول كان الموضوع تابو ما بينحكى فيه، بعدين صارت العالم تتشجع أكتر وبدها تعمل بي سي آر وبدها تعرف حالها إذا مصابة بكورونا ولا لا. ولكن اللي عم بيصير أنه أكيد ممكن الأرقام تكون أقل شوي من ما هي فعليا، لأنه اللي عم نشهده أنه عنا عيل بتكون عائلة مثلا كلها مصابة بيعملوا فحص واحد، إذا فحص واحد طلع بوزيتيف بيعتبروا أنه العوارض مشابهة يعني كل العائلة بوزيتيف. سو ممكن يكون عندك عائلة من 5 أفراد يكون عندك فحص بي سي آر واحد بوزيتيف. بالنسبة لإحصائيات وزارة الصحة عم يوصل لفحص واحد بوزيتيف، بس بالحقيقة يمكن يكونوا 4 أو 5. أكيد نحن بناخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ومنشان هيك بكير إنه نحكم على انخفاض إيجابية الفحوصات. أكيد بحاجة بعد لبعض الوقت لنحكم على هذا الموضوع. أنا بدي أشكرك، إذا عندك شيء بتحبي تضيفيه بالختام دكتور تفضلي. بدي اتشكرك استاذ حنا، وبدي اتشكر تلفزيون لبنان على دائما مواكبته للاحداث ومواكبته دائما للمشاكل اللي عم بتصير ان كان على الصعيد الصحي والاجتماعي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك يا دكتور منال حمدان، مسؤوله قسم تقييم ومعالجه الامراض الوبائيه كورونا. طبعا هلا المحطه لفاصل اعلاني وبنرجع نتابع معكم مباشره من عين وزين ميديكال فيليج بقضاء الشوف. بريك وبنرجع. بعدنا معكم متابعين مباشرة على الهواء من عين وزين ميديكال فيليج بقضاء الشوف. بينضم لنا مدير مركز التلقيح دكتور ضياء أبو شقرة. دكتور أهلا وسهلا فيك عبر تلفزيون لبنان مشاكل وحلول. يا هلا يا هلا فيكم جميعا، نشكركم كثير على المقابلة الحلوة. تفضل. شكرا سيدي دكتور. يعني نحن اليوم موضوع التلقيح هو حديث الساعة، ونحن اليوم وكل يوم بنطلب من كل الناس يسجلوا أساميهم على المنصة لحتى يجي دورهم ويتقدموا ويساهموا بالمناعة المجتمعية وإن شاء الله بأقرب وقت. شو بتخبرني عن مركز التلقيح عندكم؟ أي نوع من اللقاحات عم بتقدموا للناس يلي عم بيتقدموا؟ قديش نسبة يلي عم بيتقدموا من الموجودة أساميهم على المنصة؟ أول شيء بشكر لفتتكم الكريمة، لأنه هاي اللفتة هي التشجيع بحد ذاتها للناس يفكروا يطعموا ويفكروا أكثر بالتلقيح كحماية وضمانة اجتماعية لاستمرارية حياتنا الطبيعية. نحن بشكل أساسي من طعم فايزر وأسترازينيكا، هني الطعمين متوفرين عبر وزارة الصحة العامة عبر الفئات العمرية المحددة وزارة الصحة حسب الريسك ستراتيفيكيشن اللي حطته بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية WHO. بالإطار هيدا نحن عم بلشنا أول شيء فايزر، بعد أسبوعين ثلاثة من فايزر بلشنا رجعنا أسترازينيكا، هلأ عنا مركزين تلقيح بعمل مستمر بالصبح للساعة 5 عشية بإطار حملات بتنظمها وزارة الصحة العامة حسب المنصة الأمباكت اللي عملينا بالوزارة. طب لحد هلأ بس بعدنا بفايزر وأسترازينيكا، على أمل نبلش بلقاحات تانية قريبا. تفضل. تجوز المقارنة دكتور ضياء بين اثنين؟ يعني الناس عم تقبل على الأسترازينيكا، كل اللي أساميهم موجودة عم بيجوا يتلقحوا مرتاحين؟ بالنسبة لفايزر أنجزنا فترة كبيرة والناس عم تقبل بشكل طبيعي. مثل ما بلش فايزر بصعوبة أول شيء كان الناس مترددين وخافين من السايد أفكت. نعم. كمان أسترازينيكا بلش بحذر، هلأ هالأسبوع هيدا عم بيتحسن، ناس عم تقبل أكتر عليه، ناس عم تطلع أكتر، عم تفوت بقناعات أكتر، ومركز على دور الإعلام بهالموضوع، توعي الناس غير عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها كتير بياس، تكون تحكي الحقائق العلمية، تكون الناس على بينة من أمرها، وتعرف تأكد أنه الناس اللي عم تلقحها هي ناس حريصة على مصلحتها أولا، على مصلحة المريض والمواطن أولا.
طب اليوم يعني يلي بده ينحكى انه انتم شركاء فعليين بس لحتى نقدر نساهم بالوصول للمناعه المجتمعيه، قديش عم تقدروا تقدموا كم لقاح يوميا يعني عم تقدروا تقدموا بالمركزين فايزر واسترازينيكا؟ حد هلا تقديم الاسترازينيكا كان بعده خجول شوي نتيجه عدم توفر لقاحات بشكل كافي وتردد الناس. فايزر احسن بس كمان كله تابع للمنصه حسب توفر لقاحات بوزاره الصحه العامه. احسن بشو؟ نحن بلشنا نطعم الناس اول يوم، بعد 3 أسابيع ثاني طعم. عم بتقول لي احسن بيعملوا على 5 أسابيع ثاني طعم يعني. نعم في نعم ما سمعتك؟ لا قلت لي احسن، عم بسالك احسن بشو؟ نحن بلشنا بفايزر بطريقه نعم احسن لانه الحضور يعني صارت كميه من الطعم الناس اكثر والحضور اليومي اكثر على فايزر. هلا اللي بياخذ بلش قلت له بطريقه خجولي شوي نعم. بلش يتحسن الاسبوع الماضي. دكتور يلي بياخذ فايزر اليوم بده يرجع بعد 6 أسابيع ياخذ الجرعه الثانيه، استرازينيكا اللي بياخذه اليوم الجرعه الثانيه بعد 5 أسابيع نعم صح 100%. طب اليوم كلامك صحيح 100%. نعم يعني من خلال كل المعطيات اللي نحن عم نحكيها شو بتحب توجه للناس اللي هلا عم بيتابعونا لحتى كمان ننضم من خلال دعوتك انت لنكون مع كل الناس مشجعين ونقول لهم تفضلوا يا جماعه لانه كلنا سوا بدنا نكون شركاء لانقاذ الوطن. حسب توجيهات منظمه الصحه العالميه احسن طعم هو الطعم الموجود. حسب تجارب الدول المجاوره قبرص إمارات دول الثانية اللي طعموا كل أنواع الطعومة كان المنفعة أكبر بكتير 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 من أي ضرر قليل اللي حكى عنه. وهالدول هيدي رجعت تقريبا لحياة الطبيعية. هالدول هيدي استعملت بقبرص أسترازينيكا بشكل كتير كبير ما كان عندهم ولا مضاعفات قليلة جدا جدا ولا تذكر حتى. بالإمارات استعملوا سينوفارم واستعملوا سبوتنيك كمان كانت النتائج أكثر من رائعة. حتى بالدول الثانية ببريطانيا مضاعفات كانت كثير قليله استعمل فيها استرازينيكا، فالتجربه اثبتت وبشكل نهائي وقاطع احسن طعم هو الطعم الموجود، على الناس تتوجه بشكل مضبوط بابكر طريقه ممكنه، اسلم طريقه ممكنه، تتلقى اللقاحات تبعها وتنحاول نرجع كلنا سوا للحياه الطبيعيه، ما بينفع نطعم نص الناس او ثلث الناس، بنطعم اغلبيه الناس او كل الناس لحتى نقدر نرجع لمجتمعنا بشكل طبيعي. الدكتور انتو كم يوم بتفتحوا بالاسبوع ومن اي ساعه لاي ساعه؟ نفتح 5 أيام بالاسبوع من 8:30 ل 5. نعم يعني ليش لحد في حال كان في زركه يعني وكان في ناس ليش 5 أيام مش 7؟ هل لانه ما عندنا لقاحات كفايه ولا في سبب اخر؟ مع توافر اللقاحات بعد في نقص، نحن بعد بنحمل اكثر وبعد مستعدين نعطي ساعات اكثر وايام اضافيه اذا اضطرينا، بس توفر لقاحات كافيه مستعدين نمشي اقوى من هيك. نعم، انا بدي اشكرك دكتور ضياء، بدي اقول لك عبر مشاكل وحلول اهلا وسهلا فيك، مدير مركز التلقيح بعين وزين ميديكال فيلج قضاء الشوف، شكرا لك سيدي. انا كمان بشكركم كثير، هي لفته كثير كريمه بتصور بتشجع الناس وبتساعدهم تقبل اللقاحات بشكل افضل، شكرا كثير لك. شكرا لك. طبعا اصدقائي مهم كثير وقت اللي بدنا نحكي نحن عن الواقع الطبي الاستشفائي ما ننسى ابدا يعني القطاع التمريضي، لانه اليوم الممرضات والممرضين في لبنان عندهم كمان معاناه، لبل بدي اقول معاناه كبيره، بيقولوا في اشحاف بحقنا، هذا الاشحاف بحق كل الممرضات والممرضين، اذا بدي اقول من ناحيه الرواتب لانه اليوم رواتبهم بالاضافه انه خسرت قيمتها يعني بهالتلاعب اللي صار او انهيار الليره امام الدولار الامريكي، ولكن هن كمان مصابين باجحاف بحاجه لدعم معنوي وطريقه العمل لحتى نقدر نقول الممرض او الممرضه وصلون حقوقهم. كل هذه الامور مع كورونا زادت انجاز تعقيدا انجاز التعبير. بنستوضح من غازي صعب مدير التمريض بعين وزين ميديكال فيلج قضاء الشوف اهميه العمل على انصاف الممرضات والممرضين في لبنان انطلاقا من اعطائهم حقهم. استاذ غازي صعب بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك عبر مشاكل وحلول. اهلا 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 يعني طبعا اهلين
يخليني يعني ما سمعتك اول شيء شو سالت لو سمحت. ايه الهموم عندكم كثير يعني ايه. اليوم يعني من خلال الاجحاف يلي انتم بتحكوا عنه دائما بحق الممرضات والممرضين، اذا ممكن تعطينا عناوين من خلالك انت لحتى تكون قيد المتابعه من قبلنا نحن سيدي، تفضل. اوكي، اول شيء انا بدي اشكركم لانه سلطتوا الضوء على هالقطاع يلي هو اساسي بالمجتمع اللبناني. نعم. وبكل العالم يلي هو عم بيواجه خاصه بظل هالوباء الكبير هيدا، فنحن كثير بنشكر انه سلطتوا الضوء على هالموضوع لنحكي شوي عن الممرضات والممرضين والاجحاف بحقهم من خلال ان كان من قبل المجتمع او من قبل المعنيين ان كان بكل القطاعات يعني. فالتمريض فعلا هن بخط الامام الاول يلي عم بيواجهوا مش بس بظل كورونا انما بكل الظروف هن بيكونوا الخط الاول لمواجهه الامراض والحوادث اللي بتصير. فمن هون نحن بدنا نحكي شوي عن هذا الموضوع يلي هو اساسي من خلال كيف الممرضات والممرضين عم بيعانوا اولا من عم بيعانوا ماديا، لانه كلنا بنعرف انه الرواتب للممرضات والممرضين ان كان بلبنان كله ما هي بالمستوى المطلوب، وثانيا هن عم بيعانوا حتى معنويا ونفسيا، وهذا الشيء يلي ظهر خاصة بظل هالوباء يلي بلش من سنة وثلاث أشهر، يلي لاحظنا أنه في كثير من الممرضات والممرضين صاروا يعانوا نفسيا، وهذا الشيء دفع لأنه نهتم فيهم من الناس المعنيين بالعلاج النفسي والاجتماعي لحتى يخففوا من وطئة الظروف اللي عم بتكون خاصة معاناة الناس بهالوباء الكبير وبشتى الأمور يعني المرضية. فهون نحن بدنا نركز على أنه الممرضات والممرضين لازم يكون عندهم هالدعم من المجتمع ومن كل القطاعات لحتى يقدروا يعطوا بأمان وبسلام ويكونوا حاسين حالهم أنه هن موجودين لتقديم أفضل خدمة ممكنة للناس المرضى اللي هن أهلهم والمجتمع تبعهم. طب اليوم إذا بدك نحكي سألتني عن الإجحاف بحقهم، طبعا لا. الإجحاف بحقهم واضح. تفضل. لا تفضل عن الإجحاف، هيدا اللي بدي أعرفه. تفضل. لحتى ما لا عم بسألك عن الإجحاف حتى ما نتخطى هذا الموضوع. إيه الإجحاف نحن إذا بدنا ناخذ نحن على صعيد مستشفى عين وزين، نحن بس بلش الكورونا لاحظنا أنه الممرضات والممرضين تدافعوا ليشتغلوا بهيدي الأقسام، وبلشنا ب 16 ممرض ومرضى يشتغلوا على يتدربوا ليشتغلوا بهيدي الأقسام. فعلا كانوا متطوعين بالبدايه، انما الاداره لاحظت هذا الموضوع لانه الاجحاف كلنا بنعرفه بهذا القطاع، وبادرت دغري مباشره ليكون الراتب راتب ونص لنعطي منافع ومزايا اللي هي منهم السكن وتامين الاكل والشرب على مدى 24 ساعه. من هون حسينا حالنا عم بحكي كعين وزين الممرضات والممرضين ارتاحوا بهالوضع اللي قدمته الاداره وهالمنافع اللي قدمتها، لصاروا يتشجعوا اكثر يشتغلوا بهذا القطاع. بلشنا ب 16 ممرضه، صرنا ب 110 ممرضات عم يشتغلوا ليامنوا خدمات لحوالي 100 سرير موجودين كورونا بمستشفى عين وزين. فهذا الاجحاف فينا نقول انه اثر عليهم كثير كمان بالبدايه، وبنلاحظ انه عم بيفكروا يسافروا. من هون بدنا ندعم هذا القطاع اكثر، انه شوي برواتبه، شوي بالمعنويه، شوي بالعلاج النفسي، شوي بشويه معنويات من كل المجتمع لحتى ما نخليهم يسافروا لبرا، ما يفلوا برات لبنان فقط ليامنوا معيشتهم ومعيشه عائلاتهم واهلهم. فمن هذا المنطلق نحن بنتمنى على كل الناس انه يكون في شويه دعم لهذا القطاع. طبعا في ممرضات عندهم انتماء كثير، وفي ممرضات ولا يمكن يتركوا اهلهم، وهذا الشيء لاحظناه نحن، اجاهم كثير عروضات لبرات لبنان انما كانوا سباقين بانه يرفضوا هالعروضات لانه المجتمع بحاجه لهم ومرضاهم بحاجه لهم. ان شاء الله دائما نحن وانتم بنكون على نفس الخط بايصال الرسائل التوعويه الى المعنيين. انا بدي اشكرك سيدي وبقول لك اهلا وسهلا فيك عبر مشاكل وحلول غازي صعب. اهلا وسهلا فيك، شكرا يا ميت.
شكرا لك أصدقائي. نحن بالختام بنوصل لختام هذه الأطلالية اللي كانت مباشرة من عين وزين ميديكال فيليج بقضاء الشوف. كنا عم نضوي على واقع هذا المجمع الصحي الطبي الاستشفائي النموذجي بلبنان واللي بيتمنى أن يكون أمثولي لغيره. بنشكر بالختام كل الفريق العامل يلي ساعدنا لإنجاز هذه الحلقة، مديرية الإرسال الأرضي والبث الفضائي بدي أشكر المهندس محمد أوبر، المصور شرب البدر يعطيك ألف عافية ومساعده حسين برو. نحن من خلال أسرة البرنامج بتلفزيون لبنان تلة الخيرات كمان بدي حييكم يعطيكم ألف عافية. بنشكر المخرج بسام خويري يعطيك العافية والفريق اللي عاونك. نلتقي دايما معكم عبر تلفزيون لبنان ضمن مشاكل وحلول. إلى اللقاء، باي باي.